للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من بيروت مراسلنا علي رباح. أهلا بك علي. إذن هل من تفاصيل ومعلومات جديدة تم التصريح بها حول مقتل الناشط السياسي لقمان سليم؟ نعم، بالفعل لا معلومات جديدة حتى هذه اللحظة. هناك معلومات أمنية للتلفزيون العربي تحدثت عن مقتل سليم برصاصتين بالرأس في جنوب لبنان، في منطقة الزهراني جنوب لبنان، حيث عثروا على جثته داخل السيارة. طبعا استفاق اللبنانيون اليوم على هذه الصدمة التي تمثلت باغتيال ناشط سياسي بحجم لقمان سليم. قد يكون هذا أول اغتيال لناشط سياسي أقله منذ العام 2005. طبعا اعتاد اللبنانيون على اغتيالات سياسية بحجم نواب ووزراء، ولكن قد تكون هذه رسالة كما قال قبل قليل في بيان باسم السبع، وهو مستشار رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري وهو شيعي، قال بالحرف أن هذه رسالة للمعارضين الشيعة الذين يدورون خارج فلك حزب الله. طبعا هناك العديد من المواقف في لبنان. أولى هذه المواقف جاءت من بعض مجموعات 17 من تشرين التي اتهمت حزب الله باغتيال لقمان سليم. لقمان سليم الذي كان طبعا معارضا لمنظومة حزب الله، والذي كان أحد ناشطي 17 من تشرين، وهو كان يعني للتذكير فقط، هو كان تعرض لاعتداء قبل عام تقريبا في إحدى ساحات انتفاضة 17 من تشرين في إحدى الخيم بتهمة العمالة لإسرائيل. هناك أيضا مواقف سياسية بارزة كانت أبرزها من تيار المستقبل الذي حذر من عودة الاغتيالات السياسية. طبعا هناك بعض الأطراف الأخرى تتريث حتى هذه اللحظة. قبل قليل أعلن أيضا وزير الداخلية بأنه فتح تحقيقا بهذه الجريمة. لا شك بأن ما حدث اليوم في لبنان سيكون له تبعاته على المشهد السياسي واللبناني في الأيام والأسابيع القليلة المقبلة. نعم، شكرا لك من بيروت مراسلنا علي رباح.